أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم إلى حضراتكم عرضا للأنباء. مرحبا أصدقائي الرائعين. فيديو اليوم عن مذيع الأجيال الذي خرق بصوته مسامع الصغار والكبار، رخامة وفخامة تميزت منذ سن 14. كونه شيخ المذيعين لم تشفع له من الاعتداء عليه من قبل مسلحي الأحزاب. قصة رجل عاش في أفراح وأحزان الوطن. ولد نهاد نجيب في العام 1949 بمدينة كركوك، ولكنه عمل وعاش في العاصمة بغداد، حيث قدم أول نشرة أخبار بإذاعة بغداد في العام 1964 وهو في سن 14 من عمره، دون أن يمر بفترة تدريب يقضيها الإذاعيون المستجدون عادة قبل البث المباشر الأول لهم. تدرب على يده عدد كبير من المذيعين في العراق وفي الكويت وليبيا، بالإضافة إلى الجزائر. في العام 1993 قام مع مجموعة من زملائه المذيعين بتأسيس جمعية المذيعين العراقيين، وتم انتخابه رئيسا لها لدورتين متتاليتين. لم يسلم من فوضى ما بعد العام 2003، حيث عندما كان يعمل في مدينة كركوك مديراً لقناة تركمان أيلي التركمانية، اقتحمت مجموعة مسلحة تتبع حزب الجبهة التركمانية مقر عمله وأرغمته على تقديم الاستقالة، ما اضطره إلى الرحيل عن كركوك التي ولد فيها والعمل لصالح قناة الشرقية الفضائية. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، ومن أبرز ما قدم على الإطلاق كان برنامج من الذاكرة الذي نال عنه جائزة الإبداع. توفي بتركيا في الأول من أكتوبر في العام 2020 بعد معاناة شديدة مع المرض، وتم نقل جثمانه إلى العراق ليدفن فيها حسب وصيته. هل تعتقدون بأن المذيعين الحاليين بكفاءة وإمكانيات الأجيال السابقة؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.